معكم ونشكر بزاف المقيمين على اللي ساهرين على تنظيم المؤتمر على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافه. معكم الاستاذه رايه عائشه، استاذه من جامعه شلف بالضبط من قسم اللغه الفرنسيه، مشرفه على برنامج تعليم ويكيبيديا في الجزائر مع زميلتي مكيه اكيد اللي كانت تقاسمني البرنامج في نفس الجامعه جامعه شلف، وتحولت الان الى جامعه مستغانم كاستاذه ثانيه ايضا في جامعه مستغانم، استاذه اللغه الفرنسيه بجامعه مستغانم، ومازال هي معنا في برنامج ويكيبيديا تشرف على البرنامج وتتبعه من بعيد من جامعه مستغانم. اليوم المداخله تاعنا جات باش نحكي لكم على برنامج تعليم ويكيبيديا في الجزائر، اهداف تاعو وعلاش جا. قبل ما نبداو البرنامج ولماذا يتمثل هذا البرنامج، راح نحدثكم على الاهداف تاع البرنامج وواش هو برنامج تعليم ويكيبيديا في الجزائر. طبعا هو برنامج مخصص لطلبه الجامعه، بالضبط طلبه سنه ثالثه ليسونس لغه فرنسيه. البرنامج يهدف تعليم الطلبه كيفيه ولا كتابه مقالات على ويكيبيديا، كتابه ونشر وتكمله مقالات اللي موجوده على ويكيبيديا، ترجمه مقالات من والى عده لغات بالتاكيد اللغات المتواجده في الجزائر، الفرنسيه الانجليزيه اللغه العربيه الفصحى وايضا اللغه الدارجه واللهجه الجزائريه متمازل بيان سور، اللغه متواجده بالنسبه لشريحه في المجتمع الجزائري. البرنامج ما فيش برك لا ريداكسيون ما فيش برك كتابه والترجمه باللغه ترجمه المقالات، ولكن فيه ايضا اكتشاف البرامج الاخرى في ويكيبيديا كما برنامج ويكيميديا كومنز، كاين يعني مام ايضا المشاركه في عده مسابقات كما ويكي لوفز افريكا، ويكي لوفز مونيمونت ايرث الى اخره. باش نهضروكم على البرنامج تاع ويكيبيديا لازم ايضا تعرفوا حقيقة اللغات في الجزائر. اللغات المتواجدة في الجزائر متعددة، كاين اللغة العربية الفصحى اللي هي اللغة الرسمية والوطنية من بعد 62، ولكن هي لا تعتبر اللغة الأم للجزائريين. كاين التمازيغ أيضا بدات تكون لغة وطنية من ابتداء من 2002، رسمية لغة رسمية في 2016، واللغة الأم تاع من 25 إلى 30% من الجزائريين، يعني شريحة معتبرة من الجزائريين. كاين اللغة الفرنسية اللي ولات لغة أجنبية بعد الاستقلال، يعني بعد 62 هي لغة أجنبية، ولكن نقدروا نلقاوها ما في الإدارات، في المكاتب، في الخدمة، في الشوارع، يعني متواجدة بكثرة في الجزائر ويتكلموها ويفهموها شريحة معتبرة من المجتمع الجزائري. كاين اللغة الجزائرية اللي هي ماهيش لغة مستعرف بها، اللغة الدارجة ولا اللهجة الدارجة الجزائرية هي اللغة الأم اللي تعتبر اللغة الأم اللي يفهموها الجزائريين 100% من الجزائريين، ويتكلموها تقريبا 70 إلى 75% من الجزائريين، هذه اللغة الدارجة ولا اللغة الجزائرية. يعني برنامج ويكيبيديا يهدف الى يعني يخدم على اللغات الاخرى، فرنسيه انجليزيه تمازيغ كل اللغات اللي نتكلموا بها في الجزائر، ولكن يهدف بصفه خاصه الى ترجمه المحتوى الجزائري، يعني اطراء المحتوى الجزائري على ويكيبيديا، انشاء مقالات او ترجمه المقالات الموجوده على ويكيبيديا فرنسيه ويكيبيديا انجليزي للغة وللهجة الجزائرية لإطراء المحتوى الجزائري، المحتوى الثقافي، السياسي، الاقتصادي، والتعريف أيضا باللهجة الجزائرية. اللغة وعي عبد الإيمان في هذا الإطار، وكي كان
الجزائر أفا برضه. هو يعني يحب ولا يحب يستعمل المصطلح مغربي مغربي أوليو المغربي العفو أعتذر عن استعمال اللغة الفرنسية بحكم أني مدرسة لغة فرنسية يعني حاولت أنه إلغاء الدروس باللغة الفرنسية فأعتذر مرة أخرى. يعني بحكم أنه الدارجة الجزائرية تشبه بزاف اللغات الدارجة في دول المغرب العربي المغرب تونس الجزائر دونك مالطا أيضا مالطا يعني اللغة تاعهم تشبه للدارجة الجزائرية بحكم أنه هذه الدارجة اللغات الدارجة كاملها كامل جاية من اللغة أصلها اللغة الفينيقية اللغة الفينيقية اللي يتكلموها كانوا يتكلموها القرطاجيون قبل القرن السابع يعني قبل مجيء الفتوحات الإسلامية. يعني هذا اللغوي اقترح أنه نوحدوا كامل اللهجات المغاربية باش تكون عندنا لهجة واحدة لهجة واحدة. هذه اللهجة راح نعملوا على تطويرها وعلى إثراءها على ويكيبيديا يعني راح نقوموا بترجمة وكتابة مقالات على المحتوى اللهجة وعلى المحتوى المغاربي باللهجة مغاربية واحدة بحكم أنه في إمكانية نظريا في إمكانية أن نوحدوا اللهجات المغاربية. هذه العملية التوحيد يعني ما هيش هي الأولى اللي راح نقوم بها ولا نأمل أن نطمح أن نقوم بها ولكن دارت من قبل نقدر نعطيكم المثال تاع اللغة الفرنسية اللي نعرفوها الآن ما كانتش متكلمة يعني ما كانوش يتكلموها في فرنسا من قبل كيما راهم يتكلموها دوك كانت معظم اللهجات كانوا بزاف اللهجات في فرنسا ولكن بعد الثورة الفرنسية قاموا بتوحيدها باش يديروا اللغة الفرنسية. يعني ما راحش راح نكونوا الأولين باش الشعب الأول ولا المجتمع الأول اللي قام بتوحيد اللهجات باش تكون عندنا لهجة واحدة. يعني هذه العملية قاموا بها من قبل وباش تأسوا هذه اللغات اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية إلى آخره اعتمدوا على اللهجات تاعهم طوروهم وجمعوهم باش تكون عندهم لهجة واحدة. راح نعملوا في نفس الإطار ونفس النسق ورانا نأمل باش نعملوا في هذا الإطار باش نوحدوا اللهجات ونديروا لهجة واحدة مغاربية قابلة للنشر على ويكيبيديا كما كامل المحتويات بالعربية بالإنجليزية الفرنسية أو كل اللغات. اللهجات في الجزائر مختلفة بزاف يقولونا هذا الشيء يقولونا باللي المشكلة في الجزائر عندكم لهجات مختلفة ما بين الشرق والغرب هذا شيء مشكل. غادي نشوفوا هنا يا أسكو هذا شيء مشكل ولا حاجة مليحة حاجة زايدة لنا وحاجة تنفع في الجزائر. عندنا هنا مثال في تلمسان. تلمسان جاية على الحدود المغربية. في تلمسان كاينه في لي لتر الابجد عندنا الحرف غ ق الف. في تلمسان الحرف غ ينتقال الف في بلاصه ما نقولوا قال كما في الجزائر يقولوا قال احنا عندنا في الغرب نقولوا قال في تلمسان غادي يقولوا ال بصح هي مع التالي كلمه هي نفسها النطق برك اللي يتبدل. عندكم بصح كلمات اخرين عندنا كلمات تاع قليل قناوي نقهم قيطون هاد كلام كاع فيهم الحرف غ بصح هاد كلام اللي فيهم الحرف غ في تلمسان غادي يقول قناوي في اجي غادي يقول قليل تسمى الحرف غ هاد الكلمات اون فيت يبينوا بلي الحرف غ هو حرف بمعنى الكلمه ماشي غير كما في المثال تاع قال وقال غير مثال تاع تبدل تاع النطق. هنايا يبين بلي الحرف غ عنده بلاصتو عنده اهميته هو حرف كون نقول قليل وقليل معنى يتبدل قليل معناتها ناقص قليل معناتها قليل ما عندوش الله غالب. عندنا ثاني مثال اخر على الحرف غ
في منطقة تاع جيجل هنايا، رانا في الحدود التونسية. هنايا الحرف كا غادي ينطق كا، في بلاصة ما نقولو يتنحاو كاع، نقولو يتنحاو كاع. دونك هادو غير مثالات باش نبينو بلي نطق الحرف ماهوش كيف كيف، بصح المعنى غير هو. دونك هاد الشيء ما يغبنش، ما ماشي بروبليم. اللهجة الجزائرية الحضرية والجديدة، الهضرة تاع الجزائر تاع دروك تاع القرن 21، تدخل فيه بزاف كلام بالفرنساوية. هذا الشيء تاني كيلومونا بزاف عليه، يقولنا انتم الجزائريين تحضروا بزاف اللهجة تاعكم معمرة بالفرنسي. بصح هاد الكلمات اللي جبناها من الفرنساوية هادو نلقاوهم باللي دمجوا في القواعد تاع الدارجة الجزائرية، تانو دمجوا بوان لي من كلمة فرقوش بيناتهم في الإعراب تاع هاد، من تجيبوا فعل من فرنسية وندخلوه الجزائرية غادي تعرب كيما فعل بالجزائرية. كيما نهضروا على العربية الجزائرية، كان لا هذه مازال اوكي، نعطيكم هنايا مثالات. عندنا قارينا قدام بارتمان ولا قدام بارتمان، بارتمان ولا بارتمان هذه جايه من الكلمه الفرنسيه ابارتمون. هذه الكلمه شاترا لها تقلصت باش في النطق تولي تشابه الكلام الجزائري. عندنا جامي ننسى الجيري، جامي اي الجيري، هذه في جامي عندنا الحرف اي، في الجيري الجيري عندنا الحرف اي، باش نرجعوهم جزائريين الاي ولا اي. الجيري غادي تولي الجيري، ينقلب سي ميم با الجيري، الجيري سي الجيري. كان انفرس ابدا. تليفونك صونا، هنا عندنا جمله متكونه كامله من زوج كلمات فرنساويه، تليفون سوني. هذا الاخر كلام كامل دا طابع جزائري، الفعل صرفناه، التليفون تليفون رجعناه تليفون ولا عندها طابع جزائري. جيب لي جورنال والزلاميت باش نشعل النار. هنا عندنا جورنال كلمه فرنسيه، اليومات كلمة فرنسية، ألمت ولد زلاميت طابع جزائري، دمجت مع باقي الكلام تاع بالجزائرية. حبيت نفواياجي لاباشينو، لاباشينو ما بدلناهاش، قرديناها كيما راهي ودخلناها في الكلام الجزائري، برك تبدلت عندها المعنى تاعها. لاباشينو معناتها الغادي، في الجزائر مين يقولوا لا باشينو معناتها اوروبا، معناتها فرنسا، معناتهاش لا باشينو في السودان ولا في مصر ولا قدام لوروب. كاين شي كلام دخل الجزائريه بصح ديفورما معناتها تغير وعاود الشكل باش يولي كلام جديد. عندكم هنايا المثال تاع لافيشلاس، قولوا لافيشلاس، هاي حكتني لافيشلاس. هذه لافيشلاس متكونه من زوج كلام، فشل اللي بالعربيه زائد فيبلاس اللي هي بالفرنسيه، دمجوا هاد زوج كلام باش يخرجوا فيشلاس. عندكم هذه فقاقير، هذه سيدنا سلال خرجها لنا، ولات معروفة دروك على الساحة الجزائرية كاملة الناس تستعملها. فقير جاية من فقراء، فقير شوك. احنا في الجزائر دروك الجمع تاع فقراء ما نقولوش فقراء، نقولو فقير. عندكم هنايا اللغوية بن سكات مليكة، هي لغوية جزائرية، هدرت على كون ابل لو فرونسي الجيريان،
كما نهضروا على العربية الجزائرية، هي تتكلم على الفرنسية الجزائرية. نخرجوا من فرنسية، ندخلوا في فرنسية جزائرية. الدات هذه الفرنسية الدات كاملها طابع جزائري. عندكم هنايا شي مثالات. بروبلام، بومبا، بيرا، بوليتيك، سبيسيفيك، هادو كلام كاع فرنسي. بصح هاد الكلام كامل اللي راه فرنسي في الجزائري ينقال، كاع الناس تقولهم، كاع الناس تفهمهم، والذات دخلت في اللهجه تاعنا. شي كلام دخل بلا تبدال كيما هادو بروبلام، بومبا، سبيسيفيك، وخدا شي طابع جزائري. بصح عندنا شي كلامات وخدخرين اللي غادي نشوفوهم دخلوا في الجزائريه، بصح المعنى تاعهم تبدل. عندنا ليكزومبل تاع مثال تاع لمبوط. لمبوط جاي من الفرنسيه اونبو، ان اونبو. في العربيه المعنى تاعو اختلف في الجزائريه، ولا عنده المعنى تاع لونتونوار. عندكم فيكتي، فيكتي جاي من الفرنسيه افيكتي، نمثلك حاجه، ولات بالمعنى الجزائرية سدي براسي، روحي عليا، بدلت كاع المعنى. عندكم مباقي، هادي تاع المهدي تاع أليشان تخوا. مباقي جاية من باق، خاتم، ولات عندها المعنى في الجزائرية. من يقولك راك مباقي ولا لا، معناتها اسكو راك مزوج ولا ماشي مزوج. عندكم فيستي، فيستي جاي من فرنسية فوسيغ، فوسيغ هو اللي يخدم لك ديبلوم تاع باك تاع ماشي تاع بصح، تاع يفوت به. هذا هو الفستي. فستي ولا عنده معنى في عندنا في الجزائرية معنى تاع كذب، مونسونج، معنى متقارب نوعا ما بصح معنى آخر كمان. نلقاو تاني في الجزائرية كلام جاي من القبائل، من الترك، من اللاتينية، طليانية، من اسبانيولية، و اسبانيولية نلقاوها في الغرب تاع البلاد كيما كاينه في المغرب على جال لا بريزونس اسبانيول. عندنا مثال تاع كلام بالقبائل، عندنا الفكرون، مازوزي، الترك عندنا الزوالي، القهواجي، القهواجي هو اللي يصنع القهوة. الزوالي شكون هو الزوالي؟ اكزاكتلي، عندنا 100 كلمة باش نهضرو على القلالة. قبايل الوغ فكرون، فكرون شي لا هي السلحفات. مازوزي، مازوزي هو قاع الصغير في الدار، نعيطولو المازوزي. عندكم في اللاتينية عندكم فلوس، فلوس هو ولد الدجاجة. وعندكم الزبوج، الزبوج هي واحد الشجرة، نعيطوها الزبوج. في اسبانيولية عندنا الكوزينة، شي هي الكوزينة؟ كيتش. والفيشطة لا فيشطة. الثروة تاع الجزائرية نلقاوها تاني في الأبجاد، ماشي في غير برك في لوفي اللي تدخل تجبد الكلام من أي لغة أخرى. عندها تاني ثورة في الأبجاد، كان شي حروف ما نلقاوهمش في الأبجاد تاع العربية مثلا، القا، الفا، والبا. هنايا بغيت ندير معاكم شي تمرين هكا بالخف. سيوت راه عندنا كامل لي زوريجين هنايا، كل واحد من راه جاي كون ننجمو نديرو هذا التمرين بالخف. عندك كلام القبائل، كلام الترك، كلام اسبانيولية، من اللاتينية، من الفرنسي، كون تنجمو تسيبونا المعنى تاع هاد الكلام بالعربية الفصحى. القرجومة، واش معناتها القرجومة؟ ايش مغوفل؟ اسكو عندنا واحد مغوفل هنايا؟ شوية صافا طلق تولي مغوفل. العقول، شكون هو العقول؟ العقول هو اللي يتبكش، يعني جوج يهضر. ها؟
كي نقولوا البكوش شي بكوش لا يتبكش الاصمت لا العقول اسمه يهدر بصعوبه من ديسلكسي نو سي كلكان دو بيغ ان بيغ ان فرونسي ان فرونسي ان بيغ لو بيغيمون بيغي فوالا الجنينه ميرسي العرنبه العرنب فرماش ميرسي ما عندوش سنان زليف واش هو الزليف كابيسا صحيت المجندة الفرطتو الفرطتو شفناه البارح اللي كانوا حاضرين في لاتولي تاع التمازيغ شفنا بلي اي فرطتو الى ماني شغلتها سي اي فرطتو معناتها كيما قال صاحبنا باتمان شوف سوري في الجزائر فرطتو جاي من قبايل بصح معناتها بابيون فراشه ها بابيون ماشي هذاك باتمان حنا حنايا كاع البابيون نقولوا له فرطتو هاونت حنا كامل انا في الترك عندنا القاوري هادي كاع نورمالو كاع تعرفوها حنا عندنا كامل كامل الناس اللي جايه من الشمال قاوري الطبسي صحي أسيت الكارت ورقة السكرجي هيا شكون السكرجي هنا هيا كان واحد السكرجي هو اللي يشرب بزاف تقشيرة لا شوزيت بقراج بقراج هنا تعرفوه في المغرب نورمالمون تاع الاتاي الإسبانيولية عندنا سبردينا ليسبادري بلوطا الجزائر راهي شامبيون في البلوطا كوب دافريك دينا بالون بوغادو محامي تخي بيان لافوكا الكابوس بيستولي غان في اللاتينيو ايطاليا عندنا القمجة كاميسا قمجة اكزاكتومون شميس سبيطار اوبيتال سبيطار المستشفى ناير كاع نحتفلوا بالناير في المغرب يا ناير سوارد سوارد دراهم دراهم سوارد حنا نقولوا سوارد دراهم زبنطوط هادي نبغيها هادي ما معناتها زبنطوط زبنطوط الو ما معناتها زبنطوط زبنطوط معناتها سيليباتير بون نفوت الكلمة نكملو لغة التعليم في الجزائر في الجزائر عندنا اللغة الرسمية هي العربية الفصحى لغات المستعملين هي العربية الفصحى زائد اللغات الأم المستعملين في الكوميونيكاسيون عندنا في 2015 لكس مينيستر على الإدوكاسيون ناسيونال مولاي بن عبريد مينيستر وزير التربية والتعليم قررت لا بروبوزي باش تدير اللغات الأم مستعملة في الطور الأول والثاني ابتدائي للتلاميذ باش يتعلموا من الأول باللغة الأم باش من بعد يولوا يتعلموا باللغات العربية الفرنسية إتسيتيرا بيان سور ما عجبتش حاجة ما تما كنادو صرا لي صرا في التجربة تاعي قبل ما نكون ندرس في الجامعة كنت درست في السيام في الكوليج في المتوسط 7 سنوات
وفي التجربة تاعي كنت نتكلم بزاف على الزملاء تاعي، أساتذة التاريخ، أساتذة الرياضيات، أساتذة العربية، ونقول لهم كيفاش ديروا باش توصلوا المعلومات للتلاميذ عندنا في الجزائر، بس مشكلة كبيرة تاع الدارجة. كان يقولوا لي نديروا الدرس مرة أولى بالعربية الفصحى، ونكرروا ونعاودوا الدرس مرة ثانية بالدارجة، تضيع وقت بزاف. يعني كما شفتوا هذه هي اللغة الدارجة اللي نتكلموها في الجزائر. الفرنسية لقات نفسها، يعني فرضت نفسها بطريقة أو بأخرى بسبب أو بآخر، لقينا رواحنا نتكلموا ولا ندخلوا ندمجوا كلمات فرنسية في الدارجة نتاعنا. هذه هي الدارجة. دونك عملنا على أنه نقلوا هذا المحتوى عن طريق الجامعة، ونديروا مشروع اللي يحمل هذه اللغة ويحمي هذه اللغة، بحكم أنها متكلمة ولا نتكلموها في الجزائر من قبل كاع الشعب الجزائري، دونك كاع الجزائريين يهضروا هذه اللغة. دونك سينا نديروا هذا المشروع عن طريق الجامعة باش نحميو هذا الموروث الثقافي والموروث اللغوي. ويكيبيديا كما تعرفوا انسيكلوبيدي اللي تحتوي على مقالات في اللغة الإنجليزية ب 49 مليون ارتيكل ان جينيرال، 5 ملايين ارتيكل في لونجلي، فرنسيز جملين، والعربية اللي تجي في المرتبة 16 ب 650 ألف مقال. راح نتكلموا الآن عن برامج ويكيبيديا في الجامعة. دونك الحصة الأولى راح نقدموا فيها البرنامج، على ماذا يحتوي هذا البرنامج، واش راح نديروا طوال السنة. ومن بعد لي سيونس الحصص اللي تأتي من بعد راح نحاولوا انه نصيبوا وسيلة للتواصل بين الطالب والأستاذ، يعني راح نركزوا على كونت جوجل، كونت ويكيبيديا. كونت جوجل هو الوسيلة اللي راح تسمح لنا نتواصلوا مع الطلبة، يعني راح نبعثوا لهم الدروس عن طريق الايميل، دونك راح يستقبلوا الدروس، راح يقراوهم في المنزل، وتجي التطبيق في الحصة ولا أثناء الدرس. في القسم الأول من البرنامج راح نعملوا على الطريقة على الجهة التقنية ولا الجانب التقني، يعني كيفاش يتمكن الطالب باش يفتح حساب ويكيبيديا، كيفاش يدخل الاسباس ويكيبيديا، كيفاش يقدر يكتب مقالات، يترجم مقالات، كيفاش يقدر يجوز من مشروع ويكيبيديا لمشروع آخر، يعني كيفاش يقدر يكون عنصر نشط على في ويكيبيديا. الجزء الثاني من البرنامج هو الجزء المخصص للتطبيق، يعني الشيء اللي تعلموه في الجزء الاول من البرنامج راح يحاولوا يطبقوه في الفصل الثاني، يعني راح يكون النشاط وراح يكون انشاء المقالات والترجمه للغه، خاصه للغه الجزائريه، وكاين ايضا كما قلت لكم ترجمه للغه الانجليزيه الفرنسيه من والى الانجليزيه الفرنسيه التمازيغ، ولكن خصوصا للغه الجزائريه اللي سبق وهدرت عليها زميلتي مكيه. طبعا يمشي اون باراليل، يعني بالموازاه مع هذاك البرنامج ويكيبيديا، كاين مشاريع موك اللي كان قدمهم البارح الاستاذ باشوندا، هدرنا عليهم البارح. مشاريع موك يعني دروس على شكل دي فيديو اللي تسهل تشرح للطلبه كيفاش يقدروا يحققوا الاعمال تاعهم على ويكيبيديا. كاين ثاني دي فيديو اللي داروهم طلبه عندنا، يعني كان طلبه عجبهم المشروع ودخلوا معنا في الخط وحاولوا انه ينشئوا دي فيديو اللي تشرح طريقه كيفاش يقدروا يخدموا، كيفاش يقدروا ينشر المحتوى على ويكيبيديا، سواء الجزائرية ولا الفرنسية إنجليزية إلى آخره. يعني حاولنا أنه نعملوا دروس على شكل فيديو اللي تسهل طريقة النشر والعمل على ويكيبيديا للطلبة. البرنامج هذا ما هوش الوحيد في العالم، كما قلنا لكم كاين فرنسا اللي احتمدت دونك ماهوش الوحيد كما قلت لكم، كاين فرنسا، كندا، الأردن كما كان يهضر من قبيل، دونك عدة دول احتمدت هذا البرنامج ومشات فيه. هذه نبدأ على برنامج ويكيبيديا في الجزائر. كما تلاحظوا الصور في الأسفل تبين
حفل الاختتام برنامج دفعة 2017 في جامعة شلف، وعلى اليمين جامعة الندية على ما أظن. البرنامج كما قلت لكم يخص طلبة سنة ثالثة ليسانس في مادة تقنيات البحث العلمي. دونك أولي باش نديرو لهم كيفاش يديروا لا ريداكسيون سيانتيفيك، البحث العلمي، اذا اخترنا ان يكون العمل على برنامج ويكيبيديا وعلى تطوير محتوى ويكيبيديا. المشروع يندار، العمل يندار في ساعة ونص في الاسبوع، والدروس كما قلت لكم تبعث بالايميل، والشرح يكون في القسم والتطبيق ايضا يكون في القسم. يعني هذا راح يخلي انه الطالب يعمل عمل جاد وخدمه اللي تكون في ويكيبيديا يستقبلوها واللي تكون ليزيبل. هذا الديابو والثاني النص اللي تابع ليه تنجمو تصيبوه في الميتا. دونك حنايا ما غاديش راهم يطردوا فينا هنايا، قالوا لنا باين نديروا الميناج. دونك انا غير باش نوري لكم بالخوف، هذا مثال تاع مقال على جامعه شلف كتبوه طلبه، غير باش نوري لكم باللي داروا فيه 53 مصدر. هذا مثال تاع على الكتابه بالترجمه بالجزائريه على بيكاتشو، وهذا مثال تاع كتابة اللغة العربية، ترجمة إلى اللغة العربية لنص ألفريد دوفيني. نخليكم تشوفوا بسكرا ميتردو فينا عودة صحيتو، وجدوا الأسئلة تواحكم. هذا الديابوغاما والنص اللي تابع عليه توجدوا النص راح باللغة الفرنسية، الديابو راح باللغة الدارجة، لكن تلقاهم كامل في الميتا. مرسي، صحيتو.